ولد الفنان شوقي شامخ في حي الحلمية بوسط القاهرة في 25 يوليو 49، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام 72، وعمل مراجع حسابات في التربية والتعليم، دخل عالم التمثيل فأثبت جدارته وموهبته الكبيرة، ثم اتجه إلى العمل الفني، وبدأ في مسرحية شاهد ما شافش حاجة، بعد ذلك شارك بعدة أعمال جعلته يحتل قائمة الممثلين المصريين. فنان قدير احنا كلنا اقل من ان احنا نتكلم عليه اصلا او عن مجهوداته وشغله كله. واكتر حاجه انا بحبها ليه كانت رأفت الهجان وزيزينيا. فنان قدير وذو تاريخ، اهم اعماله رأفت الهجان والزيزينيا. في الجزء الاول مسلسل ليالي الحلميه رأفت الهجان، وفي مسلسل ليالي الحلميه ومسلسل زيزينيا، وكان ممثل قدير الله يرحمه يعني، يعني متعوضش من الممثلين، متعوضوش يعني، كان بينا ادوارهم ورا قديري بصراحه يعني. تمثيله كويس جدا، كان طالع في ادوار ليالي الحلميه، وكان طالع في مسلسل زيزانيا، وكان طالع في رأفت الهجان. قدم الفنان شوقي شامخ خلال مشواره الفني 25 مسلسل، ومن ابرزهم رأفت الهجان الجزء الاول، ريا وسكينه، ارابيسك، وزيزينيا. وشارك فيما يقرب من 30 فيلم، منهم كتيبة الإعدام، شادر السمك، والبلبوام. الفنان شوقي شامخ كانت آخر أعماله هو المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل المصراوية. توفي الفنان الراحل عام 2009 عن عمر يناهز 60 عاما. رحم الله الفنان القدير شوقي شامخ. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم. ومصر جميلة ودايما في فقرة أبيض وأسود بنستمتع بالذكريات الجميلة. والنهاردة الحقيقة معانا زميلة عزيزة في قطاع الأخبار، هي قارئة نشرة باللغة الفرنسية وأيضا قارئة للنشرة الجوية، فارين شوقي شامخ، وهي كمان بنت الزميلة العزيزة الأستاذة سيفين صلاح الدين، بنت الفنان القدير شوقي شامخ. صباح الخير، منورانا وأهلا بيكي معانا. ربنا يخليكي، ده نوركم. الله يخليك، ميرسي، ومنورانا فعلا. واحنا كده عايزين بقى نطل على الوالد وعلى مسيرة حياته، سواء الفنية او طبعا كأب، ودي حاجة اكيد بالزبط عزيزة عليكي. هو من مواليد الشهر ده، فاحنا كلنا كده 25/7 بنحتفي بعيد ميلاده رحمه الله. وهو طبعا خريج تجارة جامعة عين شمس، صحيح، صح. اشتغل في وزارة التربية والتعليم، وعمل في الفرقة المسرحية بتاع وزارة التعليم. ده حقيقي، ده فترة فعلا بعد التخرج فعلا. نتكلم بقى عن بدايته وازاي شاف فؤاد المهندس وضمه للفنانين المتحدين، ومسيرته بعد كده بدأت ازاي فنيا. هو بابا في الاول كان طبعا موضوع التمثيل بالنسبه له يعني كان في باله من هو صغير، بس ما كانش اخذ الخطوه. دخل تجاره واتخرج من جامعه عين شمس، حس ان هو في حاجه ناقصاه، ان هو لازم يعمل حاجه. فكان من بدايه مشاركته كان من مسرح الجامعه، كان بيشارك في مسرحيات كتير. ابتدى يسعى، اول عمل ليه كان يعتبر الشهد والدموع، ده البدايه الحقيقيه ليه في الدراما. احنا حتى جده الله يرحمه ما كانش في الاول مقتنع ان بابا يخش التمثيل، كان فاكر ان هي مهنه برده مش هتبقى مستقره، وان هو يعني مش هيبقى مستقر عامه، لا في حياته ولا في شغله. فلما شافه لقى ان الناس في ردود افعال حلوه عليه، يعني ابتدى يقتنع يعني ان هو الواحد لما بيعمل حاجه اللي هو بيحبها فبينجح فيها وبيكمل فيها. وهو برده البدايه قويه، المال والبنون من اهم، الشهد والدموع عفوا من برضو اهم المسلسلات اللي شفناها. بالظبط طبعا، يعني حاجات في العلامات، في علامات الدراما لحد المصريه دلوقتي طبعا الناس فاكراها طبعا، وحاجات كتير. بالظبط، هو يعني الحقيقه يعني هو اشتغل مع كده، عمله ثلاثي تقريبا مع أسامة أنور عكاشة والمخرج جمال عبد الحميد، فعملوا لنا أعمال كثيرة جدا. فكرينا بأهم الأعمال دي، أعتقد فيه طبعا أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، وغيرها من الأعمال طبعا. كلمينا عنها وعن الجمع الحلو ده، إزاي الثلاثة دول اجتمعوا مع بعض. هما دايما فعلا تحسي هما كانوا دايما يعني معظم أعماله المهمة جدا كانت مع أستاذ أنور، أسامة أنور عكاشة الله يرحمه،
استاذ جبل عبد الحميد. برضو من الحاجات اللي كانت مهمه قوي ارابيسك، كان من العلامات يعني ثابت علامه مع ناس شريف زازا لحد دلوقتي، يعني ناس كتيره بتفتكروا بشريف زازا. فيها لمحات كوميديه وده يعني مغاير لطبيعه تمثيله في الادوار الثانيه. ده حقيقي يعني هو كان ابتدى اللي هو الحس الكوميدي بتاعه ده برضو لقى قبول قوي عند الناس، بعيدا بقى عن الحاجات تبقى دراما، كان فيه حس دراما الكوميدي ده كان بيديله شويه اختلاف عن الادوار اللي عملها قبل كده. بس هو فعلا يعني استاذ اسامه الله يرحمه مع استاذ جمال عبد الحميد كانوا دايما مع بعض، ومش بس في الشغل حتى في الحياه العاديه، بالظبط العاديه. احنا يعني دول كانوا اقرب من اقرب في الوسط الفني، حقيقي في الوسط الفني استاذ جمال واستاذ اسامه انا ركاشه الله يرحمه. الله يرحمه. برضو بابا مثل مسرح وطبعا له بعض المسرحيات، شاهد ما شافش حاجه دي برضو فيها. دي يعتبر من بدايات، وبرضو كان عملها، كانت من اول مسرحيات اللي عملها يعتبر شاهد ما شافش حاجه. بس هو ما شاركش في المسرح كتير، يمكن اكتر الدراما والسينما، بعض الافلام المهمه زي كتيبه الاعدام، البحث عن سيد مرزوق، في افلام كتير برضو كانت ليها علامات يعني في السينما المصريه في الفتره اللي هما كانوا فيها. بس المسرح ما كانش ليه مشاركه قوي او قويه زي الدراما. الدراما كانت اكتر. خلينا نتكلم على شوقي شامخ الاب وفي البيت وحياته الشخصيه كانت عامله ازاي. بابا يعني عندك اخوات؟ انا عندي احمد اخويا، هو احمد اخويا، بس هو بعيدا عن الاعلام وعن الفن. يعني بابا في حياتنا الاسريه كان هو كاب مسؤول، يعني هو كان فاصل حياته العمليه عن حياته الاسريه تماما، فكان منظم جدا مسؤول، كان دايما الجو الاسري ده فيه دفء على طول، بيجمعنا حواليه بيشوف احنا عاملين ايه. ما كانش من الناس اللي هو مثلا وقت ما يعمل دور او حاجه ينعزل تماما عننا، لا هو كان ليه اوقات بيركز فيها في شغله بس مش بينعزل عن الحياه معانا، وان هو يشوف احوالنا. بابا كان كريم جدا، وكان عارف الناس اللي عندها قبول، يعني في اي مكان يقعد فيه يتكلم تلاقي الناس كلها بتسمع له، الناس كلها بتبقى حواليه. كانت ايه اهتماماته غير الفن؟ بابا كان بيحب الكتابه، وكان الرياضه يمكن الفتره الاخرانيه كان اهملها، بس هو كان برضو حريص ان هو كان يروح النادي، يحب يتمشى، يصحى بدري. هي الكتابه، كان بيحب الكتابه حقيقي، بس برضو شوية أهملها. في كانت إيه؟ مقالات، مذكرات؟ زي ما مذكرات مثلا، حاجات كان عايز يكتب حاجة برضو زي كتاب أو حاجة بس ملحقش يعني. طيب وطبعا كده الأسرة يعني إعلامية فنية، وبالتالي ده ممكن يعني يخليه ياخد رأيكم في الأدوار، تقروا مع السكريبت، تشوفوا الدور وياخد رأيكم في أدائه. طبيعة بقى العلاقة ما بينكم كأسرة واشتراككم في يعني الحكم على العمل الفني اللي بيقدمه شوقي شامخ. حقيقي هو كان بيحب ياخد رأينا قبل الأعمال ساعات وبعد الأعمال، بعد ما بيعمل الأدوار بتاعته كان دايما إيه رأيكم، إيه أنتوا شايفين إيه، حتى كان لما يجي يتفرج يحس لا أنا كان ممكن هنا مثلا اعمل المشهد ده احلى شويه، واحنا نقول له لا يا بابا ده كان حلو وجميل. عارفه اللي هو تحسي دايما عنده احساس ان انا عندي اكتر، عندي زياده، عايز ادي اكتر. فلا كان بياخد برضو راينا، وكان حريص جدا ان هو يختار ادوار معينه يعملها، يعني ما كانش بيقبل اي ادوار بسهوله، ويمكن ده اللي خلاه عمل ادوار فعلا لحد دلوقتي الناس فاكراها. يعني طبعا اللي يشوف السي في الفني بتاعه يلاقي ان هو فعلا كان بيدقق في الاختيارات، يعني دايما بيجي مرحله للفنانين ممكن يقبلوا اي عمل من اجل الانتشار، لكن اعتقد شوقي شامخ كان من الشخصيات الانتقائيه في عمله. بالظبط، يعني مثلا زي رأفت الهجان لحد دلوقتي، ابراهيم سولومون ناس كثيره جدا يقول باباكي، الشخصيه دي كانت يعني علمت مع ناس كتير قوي لحد النهارده، لما مثلا مسلسل يجي ناس تكلمني باباكي لسه شايفينه، ابراهيم سولومون دور حلو قوي، يعني الاجيال اللي بعد بقى مثلا. المسلسل ده من اجمل المسلسلات اللي اتعملت فعلا في تاريخ الدراما المصريه، وسبحان الله العظيم انه اجيال ورا اجيال بيتوارثوا فكره انهم يشوفوا المسلسل وكمان يعني يندمجوا مع الشخصيات. ده فعلا يعني لحد دلوقتي حقيقي، حتى يعني جيل التسعينات وكده كل اللي بيتفرج على المسلسل من اول وجديد يعني هو في حاجه بتتعلق. انا بنتي كانت بتتابعه بالثلاث اجزاء، شافته يمكن مثلا في 20 يوم ولا حاجه، وطالعه منبهره برأفت الهجان وشخصيات مسلسل رأفت الهجان. طبعا طبعا، ما هي دي من العلامات اللي هي الحاجات في الدراما المصريه اللي علمت مع الناس ولحد دلوقتي مستمره. كمان هو عمل دور كمال خله في لأي حلميه طبعا. ده كان دور مميز جدا ليه برده، الناس تعلقت جدا بيه لانه اعتقد كان ضابط في الدور ده او في المخابرات. هو كان كان ليه كذا مرحله فعلا. وفعلا كمال خله من الادوار برده اللي كانت بالنسبه له نقله كبيره برده بعدين في حياته، في يعني في بالنسبه لمهنته او في الدراما عامه، من ادوار كمال خله. وفي جه بقى بعد كده بالتسلسل بقى لما جه ارابيسك، وبعد كده كان في زيزينيا، وبعد كده
زيزانيا برضو عمل دور مختلف، الناس واخده على شوقي شامخ في ادوار معينه. اه بالظبط، فانه يعمل دور حد انتهازي متزوج يعني مامه يحيى الفخراني في المسلسل، فده حد برضو انتهازي عاوز فلوسها لانها اكبر منه سنا. دي كانت برضو شخصيه مغايره جدا لطبيعه الشخصيات اللي بيمثلها. بالظبط، يعني هو اللي هي بالظبط مختلفه عن الحاجات اللي كان بيعملها ده حقيقي. انت حاسه انه كان في عنده اكتر، وانت بتتكلمي وقلتي هو يعني في اكتر وبيقول انا ممكن ادي اكتر حقيقي، ممكن بابا فعلا كان ممكن يطلعوا اكتر، وانه ده جزء صغير من موهبه شوقي شامخ، احنا ما شفناش الجزء الثاني. هو ممكن يكون جزء، هو كان عنده اكتر بكتير، بس حتى لو هو ساب جزء فالجزء ده كان هو اللي ساب علامة فارقه مع الناس حقيقي يعني لحد دلوقتي. حتى هو كان احساس دايما ان هو عنده اكتر، عايز يدي ويعمل حاجات كتيره، يمكن القدر يعني ربنا ما عملهوش، بس هو الحاجات اللي عملها حتى ولو كانت مش بالكم الكبير بس هي فعلا ثابت له تاريخ عند الناس كلها، وده اهم حاجه طبعا. الناس حبيته في كل ادواره اللي خليها علامه بارزه في تاريخه. الله يرحمه يا حسين. كان ايه النصيحه اللي هو كان حريص دايما ان هو يرددها عليكم؟ ان احنا نبقى منضبطين دايما في حياتنا ونحترم الناس، عمرنا ما نتاخر عن مساعده حد. هو حقيقي مش عشان هو بابا بس، بابا يعني انا دايما كنت، حتى احنا بعد وفاته لقينا ناس كتير قوي هو كان بيساعدها من غير حتى ما يقول لماما. يعني هو كان حد خير جدا، بيحب يساعد الناس كلها اللي ما يعرفوش قبل اللي يعرفه. وفي نفس الوقت قال لي الواحد يفضل يبقى عنده مبدا متمسك بيه ويمشي على اساسه في حياته العمليه وفي حياته الشخصيه. طول ما عندك مبادئ، عندك حاجات اتربيتي عليها رواسخ اساسيه، فربنا هيبقى معاكي دايما، فدي اهم حاجه. نصيحه هايله. طيب هو كمان كان عنده، هو في اسره مكونه من 10 اخوات. لا هم سبعة. طيب رقم كبير برضو. انا سمع انه شوقي شامخ كان فاتح البيت دايما، بيحب اللقاء العائلي لاخواته، وان هو يعني كان برضو يعني حضرتك بتقولي ان هو خير، ودي حقيقه لاهالي. هو كان الجو الاسري، هو بابا دايما فعلا في المناسبات في الاعياد في رمضان دايما اعمامي وعماتي. هو كان ترتيبه ايه ما بين اخواته؟ بابا تاني حد، يعني يعتبر برضو كبير. كبير بالظبط. جميل. طيب كان ايه اكتر حاجه ممكن تفرحه في حياته؟ ان هو يشوف، يعني ان هو دايما يشوفنا فرحانين ومبسوطين، ان احنا نبقى حواليه يعني، وان هو يكون محسسنا بالامان، وده حقيقي ده اللي هو كان حاصل. يعني ان هو السند والظهر والامان، وان هو دايما اسرته تبقى حواليه ودايما فرحانين ومبسوطين وهم حواليه. شيرين انت عندك فرعين بقى في العيله، ماما استاذه سيفين صلاح الدين. أيوة. طبعا قارئه النشره الفرنسيه برضو ومذيعه يعني لامعه، كانت يعني معانا في القناه الثانيه. أيوة. وبابا طبعا شوقي شامخ رحمه الله فنان جميل ومتميز. انت سلكتي طريق الاعلام، لكن انت بتعملي دراسات في معهد فنون مسرحيه. يعني بدات من حوالي سنه ونص ان انا بدرس في معهد برضو، يعني بجرب، عارفه بتجربي سكك جديده، فممكن تفتح لك مجالات سواء كتابه او اخراج او تمثيل. بس الخط الاساسي بتاعي الاعلام. يمكن اتاثرت اكتر بماما في ان انا دراستي كانت اعلام، اشتغلت في ماسبيرو، فيمكن البدايه يعني بالنسبه لي الاعلام هو اللي متاثره بيه حاليا اكتر. جميل. زي ماما. شايفه ايه اللي ممكن تقدميه في المرحله الحاليه لشوقي شامخ؟ والله انا شايفه ان انا دايما يعني احب ان الناس تبقى فاكراه، يبقى على سيره الناس، على وجدان الناس وذهن الناس. ويعني احب ان انا مثلا افضل دايما اعماله تفضل تتذاع على طول. يعني كل اعمال بتاعته اللي ثابت عليها مع الناس انها تفضل تتذاع على طول دايما، وان الناس ما تنساهوش. اكيد هو فنان قدير. هل في اعمال هو كان بيحبها او مسلسلات هو كان بيعتز بدوره فيها؟ هي طبعا معظمهم، بس طبعا زي الاهي الحلميه، ارابيسك، كتيبه الاعدام، وطبعا شهد والدموع، والشوارع الخلفيه. صح، الشوارع الخلفيه كان قبل شهد والدموع، ده بدايه الدراما بتاعته كان في الشوارع الخلفيه. فمعظم اعماله بصراحه هو كان بيعتز بيها. هل عمره مثلا شاف نفسه في مهنه ثانيه غير التمثيل، ولا هو التمثيل اللي كان مسيطر عليه؟ يعني حقيقي هو من الحاجات، قال هو كل واحد يبقى ليه ميول. فهو عشان حتى بدايته لما درس تجاره، وكان في الاول ما كانش في مجال التمثيل، بس حاسه بعد كده لا في حاجه ناقصه، فهو بالنسبه له هو التمثيل كان بالنسبه له هو نفسه اللي بياخده زي ما بيقولوا. هو حصل على جايزه عن دوره في كتابه الاعدام، واعتقد حصل على جايزه برضو في دوره في فيلم اسرار البنات. اسرار البنات طبعا من الافلام المهمه برضو، استاذ مجدي احمد علي.
فعلا اخذ عليهم الجوائز، واخذ برضو جوائز على مسلسلات يعني الجوائز ما كانتش في المجال السينمائي بس، كمان كان في المجال الدرامي برضو في مسلسلات اخذ عليهم جوائز كذا مسلسل. لكن برضو هو نفسه كان بيفضل اي عمل، يعني هو شايف انه العمل اللي بيعتز بيه اكيد بيعتز بكل اعماله، مع انه عنده مبدا في التمثيل وبينتقي ادواره، لكن في كده دور يعني ممكن يكون قريب ليه، قريب لقلبه، بيحب يعني يشوفه ويستعيده تاني في شريط السينما او في الدراما. ممكن ارابيسك يعني شريف زازا من الادوار اللي كان بيحبها جدا بابا، على قلبه قريبه من قلبه زي ما بيقولوا، زي ما قلتي كمان عشان استاذ جمال واستاذ اسامه الاثنين هو الـ يعني دايما مع هم الثلاثه مع بعض كانوا بيطلعوا احلى حاجه، فدايما ده بيبقى قريب من قلبه اكتر شغل معاهم. هل في دور حكى لكم ان هو كان نفسه يمثله او شخصيه كان يجسدها من خلال الدراما او السينما؟ لا ما فيش حاجه معينه، لو يمكن الاختلافات الى حد ما كانت الادوار مختلفه طبعا، بس ما شخصيه مثلا تاريخيه ممكن الاعمال التاريخيه زمنية. بس احنا ممكن بس ما فيش حاجه معينه يعني، بس هو كان بيحب الاختلاف برضه، يعني كان يحب ان هو ما يبقاش مكرر، ان هو يبقى كل مره يقدم حاجه مختلفه عن اللي قبلها. يمكن ده دفعه للاشتراك في الفوازير. كلمينا عن التجربه دي لانها برضو تجربه جديده، يعني هو عمل يعني حاجه اشبه للكوميديا في ارابيسك، عمل ادوار جاده جدا في كتابه الاعدام وفي غيرها من الاعمال، وعمل كمان فوازير، فنتكلم عن تجربه الفوازير. كان معاني لي في الفوازير بتاعت نيلي، بالنسبه لي دي كانت تجربه مختلفه طبعا، وهي كان فيها برضو الحس الكوميدي. انا حتى لما بتفرج عليها يمكن انا كنت ساعتها اصغر، فما كنتش نظرتي للحاجه مش زي لما كبرت، فما برجع اتفرج عليها حاسه قد ايه هو دمه خفيف، ان هو فعلا يعني حتى في الكوميدي مش بس في الحاجات الدراما او التراجيدي، فانا حبيته قوي في الفوازير برده. كان بالنسبه لي دي تجربه برده مختلفه ان هو يقدم في يعني يعمل الفوازير. كنت بتروحي معاه في اللوكيشن وقت التصوير؟ ساعات صغيره كنت بروح ساعات معاه. بالمناسبه مهنه التمثيل فعلا هي مهنه مرهقه جدا جدا جدا، الناس دايما بتشوف الصوره الحلوه اللي في الاخر، بس اللي ورا الكواليس بقى مش كل الناس عارفاه، او مش كل الناس متخيله قد ايه هو فعلا صعب جو التصوير عامه، وان انت ممكن تقعدي يوم بحاله على مشهد واحد. صح، ان انت بالظبط تنقلي من حاله لحاله من غير اي يعني، فجاه احنا مشهد بتعيطي فجاه مشهد بتضحكي، فنفسيا الواحد بيبقى مضغوط جامد، فالجو العام كان بيبقى مرهق، بس هو كان بيبقى مبسوط بالنسبه لي. كلمة أخيرة بتقوليها لروح بابا في نهاية لقائنا النهاردة، قولي له إيه؟ أحب أقول له إن أنت على طول أنا فاكراك، وعلى طول أنت في بالي أنا وماما وأحمد، وأنا فخورة إن أنت والدي، وفخورة بكل أعمالك، وفخورة بتاريخك، وفخورة بسيرتك الناس كلها، يعني حقيقي لما في أي مكان أروح وحتى بخلص ورقة أو حاجة ما يعرفوا إن أنا بنته، ألاقي الحاجة بتمشي كده بكل سهولة. سبحان الله. فهي السيرة الحلوة دايماً كان يقول لي البني آدم سيرة نسيبها بعد ما يتوفى، ده احسن ميراث حقيقي. نشكر وجودك معانا، شكرا جزيلا، وتحيه للوالده وتحيه لروح الوالد اللي اعماله هتبقى معانا للابد على شاشه السينما والتلفزيون. شكرا لك يا بريم. نشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده في مصر جميله، وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد مع حضراتكم، ومصر دايما جميله.